بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب، هنتكلم تحت العنوان Working with Templates، الحديث عن التمبلتس أو القوالب الجاهزة اللي بيتيحها لي البرنامج. لو أنا عملت كليك يمين ونيو سلايد يا جماعة، هلاقي إني أول طبيب من فوق بيكون عبارة عن تمبلتس، وعندي عندي مديني زي قائمة منصدرة ما فيهاش غير أوبشن واحد بس اسمه Modern Interactions، وجوا منها طبعا مجموعة التمبلتس ديت. أنا لو جاست ضغطت على داونلود فري تمبلتس هيروح هلاقيه بيوديني على مكتبة التمبلتس الخاصة بالستوري لاين. هنا يا جماعة نلاقي مجموعة كبيرة من التمبلتس ممكن حضرتك تعمل لها داونلود. أنا نشنت على تمبلت خاص بالستوري، تقريبا حركة 14 صفحة أنا نشنت على التمبلت ده وعملت له داونلود يا جماعة. بخصوص أنت بتبتدي يعني بتدرج التمبلت الجاي، أنت بالظبط بتبتدي تعمل سيلكشن عليه، وفي اوبشن من تحت لو الناس اخدت بالها مني انسيرت انتو سنس انتو اي سنس. فعندي ثلاث اوبشنز، عندي كرنت سنس، السنس اللي انا موجود فيه اللي هو الافتتاحيه، اور سيم از امبورتد تمبلت، يعني زي ما هو كده احتفظ لك بيه لو كان هو في سنس لوحده انزله، لو كان مثلا هو ممكن ينزل في نفس السنس اللي انت كنت موجود فيه زي ما هو، اور نيو سنس. انا كده كده اوريدي هبتدي اعمل له نيو سنس لوحده وابتدي اعمل امبورتيشن عليه. الامر طبعا كله بيرجع لاختيارك. لو انا قلت له والله لا ده على الكرنت سنس وابتدي انا اعمل له امبورت، فالاقيه حطه لي في لاير لوحده ما بين او في سلايد لوحدها. يعني انا كنت واقف في سلايد رقم واحد راح حطه لي ما بين تحت السلايد على طول. وطبعا هو كنترولبل، انا ممكن ابرمج كل واحد او كل تاب من دول طبعا بتنزلوا معاها اللايرز بتاعتها وبتنزلوا معاها التريجرز بتاعتها، وكل واحده من دول يعني كانه تيم جاهز يا جماعة بيديني الكنترول عليه انا جاست. بس ممكن ابدل في الكلام، ابدل في الصور، واسيب الانتراكشنز ديت شغالة. ديت الفايدة من قصة السيم. طيب انا يا جماعة عايز اعمل انا لنفسي سيم، خلونا نعمل كليك يمين ونعمل ديليت ونقول يس مثلا، ولنفرض انا عايز اعمل لنفسي سيم بمنتهى البساطة، اروح على قائمة فايل وهبتدي اعمل سيف از. لكن وانا بعمل سيف از يا جماعة مش هحفظه بامتداد البرنامج دوت ستوري، لا انا هحفظه كستوري سيم بس. هو ده كل الفكرة، اكتب اسمه وابتدي احفظه كده. انا عملت لنفسي سيم. طبعا السيم هياخد السنس كله بكل السلايدز اللي فيه يا جماعة، وكل التريجرز وكل اللايرز والكلام ده، وابتدي يخزنه لي. ساعتها انا ممكن طبعا ارفعه على مكتبة البرنامج او ارفعه على الكوميونتي اللي احنا بنعمل داونلود للسين للتمبلتس بتاعته من عليه، او ابتدي اضغط واديه للناس وهكذا. تمام، اوكي. طب لو انا كنت عامل داونلود لثيم معين ديت، اعمل له امبورتيشن ازاي؟ بمنتهى البساطه جاست يا جماعه بتبتدي تعمل من فايل تعمل امبورت وتقول له والله ستوري لاين، فبيدي لك السنس اللي بيدي لك اول فايلز، ولا انت عايز تمبلت؟ انت عايز تمبلت ستوري لاين تمبلت. طيب هتروح له والله على الستوري لاين تمبلت وتنشن على التمبلت اللي انت كنت منزله له. يعني انا تقريبا كنت، لو انا قلت له اول فايلز انا كنت مخصص ديت، كان التمبلت اللي احنا عملناه له داونلود ولو عملنا له اوبن، فاوكي هيبتدي يفتح لي السلايد بيقول لي والله انت عندك سلايد 2 3 4، فبتخلص المشهد بنفس الفكره، انت عايزه فين؟ عايزه في لوحده ولا؟ فبقول له والله ده على الكرنت سين، بيقول لي انت عندك 1 2 3 4 وكلهم سيلكتبل، كلهم يا جماعه اللي بتضغط عليه بياخد الهوفر الازرق ديت، البوردر الازرق ديت انت عايزه يكون موجود معاك. كمان ده ممكن تضغط سيلكت ولا عشان عايزهم كلهم اور نان، مش عايز تعمل سيلكشن لاي حاجه فيهم. كمان انت ممكن تعمل امبورت فروم، انت عايز من فين بالظبط، وتعمل سيلكشن برضه للباص المسار اللي فيه السيم بتاعك، وجاست بتفنش القصه. اوكي بتلاقيه ضايف لك السلايدز بتوعك على السين اللي انت كنت موجود عليه، هما طبعا اتضافوا على جنب يا جماعه. اللي انا لو انا كنت كبرت القصه ديت فضافوا كايه، ادي الاسئله يعني هنتعرفوا على القصه ديت، بس ده عباره عن حاجه جاهزه وفيها كل التريجرز بتوعها وفيها حتى الاستجابات ما بين صح او غلط او كده ما بين لايرز، وبيديني ده الجميل في السيمز لما بتوفر عليك حاجات كتير يعني. تمام، كان فيها كويستشنز، وده اللي احنا هنحاول نتكلموا عليه ان شاء الله باذن الله في الفتره اللي جاي. ده بخصوص التعامل مع السيمز يا جماعه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.